في سؤال مهم جدا، ازاي مصر قدرت انها تقضي على فيروس سي؟ ازاي مصر قدرت انها تقضي على قوائم الانتظار؟ ازاي مصر نهضت بقطاع الصحة؟ معانا على التليفون الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية. اهلا بيك يا فندم. استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك وكل حاجة كويسة؟ طيب، وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. يعني دايما انا طبعا متابع ما قلته من ساعة ما طلعت على الهواء. يا بختي. وبهنيك وهني مصر كلها. صحيح والله. بهنيك بتشييع سيادة الرئيس اولا. طبعا. بهنيك بمولد النبي، كل سنة وانت طيب. بالصحة والسلامة. بهنيك بعيد اكتوبر، مرور 50 سنة على نصر اكتوبر. صحيح. وانا كنت قاعد الحقيقة مع زملائي اول امبارح، وحكيت لهم تجربتنا، تجربة مصر العظيمة في هذه الحرب، ووقفة الشعب المصري العظيم مع جيشه العظيم في هذه الحرب. المصريين دايما شطار، أو يكادوا يكونوا الأشطر في العالم في أن هم يصنعوا ملاحم حقيقية مش أساطير إغريقية. والله حضرتك، أنا قعدت مع سيادتك وحكينا في عز أزمة كورونا. أنا اتشرفت. قد إيه يا فندم الشعب المصري ده والجيش الأبيض المصري والحكومة ودعم السيادة الرئيس إدانا تجربة رائدة في أزمة كورونا، استطعنا أن نعبر بها هذه الأزمة الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. طب دكتور، مهم عندنا أن احنا يعني نحكي جزء من حكاية هذا الوطن في مجابهة فيروس سي والقضاء عليه، في القضاء على قوائم الانتظار، فإزاي قدرنا بالفعل نعمل نقلة حقيقية أو نهضة في القطاع الصحي المصري؟ شوف يا فندم، أنا يعني شاهد على ما يحدث، وشاهد على يعني الدعم الكبير والإرادة الصلبة. وأنا قلت للسيادة الرئيس هذه إرادة فولاذية، عندما نقرر أن نفعل شيء والسيادة يوقف وراه ونتخطى كل العقبات الإدارية والمالية والروتينية والبيروقراطية عشان نحقق اللي احنا عايزينه. حضرتك يعني فيروس سي ومشاكله طبعا كلنا عارفينها وتداعياته، وملايين المصريين اللي كانوا بيعانوا من هذا الفيروسات الكبدية ومنها فيروس سي. وعندما قررنا، أو الحمد لله ربنا أراد، قبل الفيروس سي قضينا على البلهارسي، لأنها كانت من ضمن المسببات التلطير المقيه الذي كان يستخدم في علاج مرض البلهارسي. إنما جينا بقى الفيروس سي المنتشر والذي أصاب الناس، وخلف الإصابات العدوى في المستشفيات، العدوى في الحقن، العدوى استخدام الدم غير الآمن، فحتى وصلنا إن احنا الحمد لله نتخطى هذه العقبات، ثم أصبح في دواء بالإقراص بتتاخد تعالج هذا المرض، وتعالج ملايين المصريين بهذا الدواء، واستطعنا نجيبه بأسعار يعني غير مسبوقة مقارنة بسعره في الخارج. صحيح. ثم صنع في مصر، وأصبح العلاج بالمجاني ومتابعة دقيقة جدا أسبوعية من سيادة الرئيس بالأرقام، كم واحد يتعالج، كم واحد شوفي في انتكاسة عند كم حالة، كل الحالات اللي بتروح تكشف في الجامعات وفي الكليات العسكرية وفي التوظيف وكله بتكشف عليهم، بحيث ان انت بتكتشف الحالات وتجيبها تتعالج. والحمد لله لغايه هذه اللحظه يا استاذ يوسف اللي احنا بنتكلم فيها، هناك متابعه دقيقه جدا لهذه الحالات، ورصد لاي حالات جديده، ورصد لاي حالات انتكاسه. احنا فعلا وصلنا الى ارقام عالميه، والارقام العالميه اللي بتقول نسب الاصابه قد ايه لكل 1000 مواطن تقدر تقول ان احنا انتهينا من هذا المرض. طب الحمد لله. ففعلا هذه ملحمه اخرى في علاج امراض كثيره زي امراض الدرن وامراض اخرى كثيره، لكن ملحمه القضاء على فيروس سي. والمهم الموضوع، ودي نقطه مهمه جدا، احنا مش عالجنا وخلاص، لا، ده احنا عالجنا وبنتابع الحالات وبنتابع اي حالات جديده او اي حالات. فالحمد لله الموقف موقف رائع في هذه النقطه. الحاجه الثانيه،
احنا بدأنا تطبيق التأمين الصحي الشامل. أيوه. وبيطبق حاليا في 6 محافظات. وإن شاء الله في تطبيق تدريجي، أنت بتحضر البنية التحتية المؤسسية والبشرية والمستشفيات والمراكز الطبية عشان تطبق تطبيق الصحي الشامل. طب لغاية ما نكمل هذه المنظومة، أنت عندك تطبيق صحي، تأمين صحي قائم حاليا. مظبوط. اللي هو التأمين الصحي العادي غير الشامل. هو المشكلة التأمين الصحي العادي إنه بيعالج المنتفعين فقط، إنما التأمين الصحي الشامل بيعالج كل أفراد الأسرة. وده مطبق لثلاث مراحل: الصحة الأولية والثانوية والثلاثية. بحيث كل مواطن في كل محافظة هيطبق فيها هذا النظام سوف يتم تشخيص وعلاج ووقاية من كل الأوبئة. طب لغاية دلوقتي بقى في جاب، في حتة ما بين اللي ليه تأمين صحي سواء شامل أو عادي واللي غير مؤمن عليه. واللي عايز يعمل عملية جراحية في القلب أو في المخ أو في زرع كلى مثلا أو زرع أعضاء وملوش تأمين صحي، هذا تولته الدولة عن طريق نظام آخر موازي لهؤلاء المواطنين اللي هو العلاج على نفقة الدولة. في طلع في أعداد من المواطنين على فكرة، قوام الانتصار دي مش ظاهرة مصرية، دي في كل العالم، في انجلترا موجودة وفي كل البلاد العالم. أنا شفتها في انجلترا. أما سيادة الرئيس يعني وجه إن إحنا نقضي على قوام الانتصار، بدأنا هذه المنظومة وبدأنا نقطة هامة جدا. كل المؤسسات الصحية مهما كانت تبعيات، هي صحة ولا جامعات ولا قوات مسلحة ولا شرطة ولا يعني جمعيات أهلية ولا خاصة، بنستفيد من إمكانياتها وطاقتها عشان نعالج الحالات اللي منتظرة في قوائم الانتظار. يعني قربنا من 2 مليون اتعالجوا في قوائم الانتظار. طبعا كل شوية بيطلع أعداد جديدة أيضا بيتم علاجهم، وبيتم توفير التمويل اللازم لعلاج هذه الحالات، لأن في حالات منها هتعالج في مستشفيات خارج إطار وزارة الصحة. التمويل جاي منين؟ صندوق تحيا مصر بيدي، الدولة بتدي، التأمين الصحي بيدفع، البنك المركزي، قناة السويس. يعني إذا في منظومة متكاملة لهذا النظام وتطبيقه ومتابعته وتمويله. هايل. طبعا ما زال هذا نظام قائم وناجح جدا. عايز اقول لحضرتك حاجه بقى يا استاذ يوسف، اللي احنا سمعناه في الثلاث ايام اللي فاتوا دول. ايوه. في البنيه التحتيه المؤسسيه في كل قطاعات الدوله هي بتنعكس انعكاس مباشر على كل مناحي الحياه. يعني النهارده انت سيادتك لما حياه كريمه، مساكن صالحه ادميه، او مساكن صالحه يعني يحتاجها وتليق بالمواطن المصري، طرق، كل دي بتساهم مساهمة كبيرة جدا في دعم القطاع الصحي وفي توفير الرعاية الصحية للمواطن. فهي كلها منظومة متكاملة. خرجنا من مرحلة الاستجنيشن والركود في مجالات كثيرة جدا إلى عملية الانطلاق، لأن كلها بتنعكس انعكاس كبير جدا مش بس في الصحة، في كل مناحي الحياة. ده صحيح 100%. دكتور أنا ببقى دايما سعيد ومتشرف جدا بمداخلات حضرتك، زي ما كان ليا شرف سابق في أنه قابلت حضرتك ويعني تفضلت عليا مش بس بالمقابلة التلفزيونية ولكن باستضافتي في مكتبكم، وخدت نصيب وافر الحقيقة من الأحاديث والذكريات. فأنا بشكرك جدا يا دكتور، وأتمنى أن احنا نتقابل قريب تاني، ما تحرمنيش من ده يا فندم. تحت امرك، وربنا يوفقك ويحفظك ويحفظ مصر يا رب. آمين. دايما ومزيد من النقي والتقدم. آمين. لان البلد في دايما في منظومه ديناميكيه الشعب والدوله هي منظومه مستمره وسوف تستمر باذن الله. باذن الله باذن الله. اشكرك يا دكتور، كل الشكر للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحيه.